بسم الله ما شاء الله، بنتك زي القمر. طبعا طالعه لخالتها. ربنا يخليكي يا اختي، تعبتي معايا قوي. دي في ضيفه جايلك هناك اهي، دي ست مفيده الرائده الريفيه. صباح الخير يا جماعه. الست المفيده هي اللي دلتني على العياده، وكانت معايا من اول الحمل لحد ما خلفت، ولسه مش برضه الثلاثه جايه هتربعاني. ايوه، واحنا كنا اتفقنا على ايه؟ لازم اول ما ربعن اروح للدكتوره تاني. مش معنى اول ما تربعني، عشان الست مش لازم تستنى اكتر من كده عشان تبتدي تاخد وسيله لتنظيم الاسره حتى لو بترضع. ايوه، في وسائل للست اللي بترضع، بس المهم الدكتوره تشوفها قبل ما تنصحها بالوسيله اللي تناسبها. تروح العياده بالسلامه ان شاء الله، وبيطمني عليك يا اختي. ايه المهم بنتنا الحلوه عامله ايه؟ اسألي استشيري عن وسائل تنظيم الأسرة لما تلاقي رمز الثقة ده. مشروع القطاع الخاص تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.